اللي احنا برضو اتكلمنا عليه وقلناه الفترة اللي فاتت وقلته من فترة كبيرة، رحيل كابتن طارق العشري من تدريب نادي سموحة، وتعيين الكابتن احمد سامي كمدير فني لنادي سموحة. كابتن احمد سامي كان ماسك سيراميكا، انهى تعاقده بالتراضي ما بينه وما بين ادارة سيراميكا، وعاد مرة اخرى الكابتن احمد سامي لتدريب نادي سموحة. وانا قلت لكم الكلام ده هيحصل من ساعة ما المهندس فرج عامر نجح في الانتخابات الأخيرة، الانتخابات التكميلية على منصب رئيس النادي، ورجع مسك تاني نادي سموحة. أنا قلت لكم ساعتها إن كابتن طارق العشري مش هيكمل، المهندس فرج عامر هيرجع الكابتن أحمد سامي، وإحنا قلنا الكلام ده من حوالي شهر، شهر ونص أو أكتر، وفعلا رسميا النهارده كابتن أحمد سامي مدير فني لنادي سموحة مرة أخرى. بنشكر الكابتن طارق العشري، عمل مجهود كبير جدا مع نادي سموحة في الفترة اللي فاتت وتحمل ضغط كبير جدا، ونتمنى التوفيق لكابتن احمد سامي، لكابتن احمد سامي عمل انجازات كبيره مع سموحه السنتين اللي فاتوا، وعمل شغل كويس جدا، ويعني من المدربين المميزين جدا. يمكن كابتن احمد سامي الامور ما مشيتش معاه زي ما هو عايز في نادي سيراميكا.